الأستاذ خالد درنداري خسر انتخابات النادي الأهلي وبيخوض انتخابات اتحاد الكورة، واتحاد الكورة انت عارف الانتخابات بالقائمة وبالكلام ده. هل انتم اولا، السؤال الاولاني، انتم مشرفين برضو على انتخابات اتحاد الكورة ولا لا كلجنة أولمبية؟ مشرفين من ناحية ايه؟ مش الاتحادات بتتبع لجنة أولمبية؟ تمام يا فندم. وانتخاباتها انتوا برضو بتراقبوها وتشرفوا عليها ولا لا؟ كل الاتحادات مش بنراقبها، يعني في اشراف على اللجنه، بتشرفوا في عليه؟ تواجد. يعني انتوا اشرفتوا اكيد على اتحاد الطايره، اتحاد السله، مظبوط. بيبقى في مندوب، الدرجات، الرمايه، مندوب كل بيتابع، الاتحادات. لكن ما بتدخلش في حاجه يعني. لكن بتتابعوا ان سير الانتخابات ماشي سليم ولا لا؟ اتفتح له مظبوط. ترشيح في توقيته، اتقفل في توقيته. ايه ما هم لا لا ما لو موضوع توقيته ما لهاش علاقه بتوقيته، ما هم ماشيين حسب اللوائح والقوانين اللي هم انتوا ماشيين في بيها. لجنه الاولمبيه كل حاجه في ايديكم بالقانون، ايه اللي لما كل كل حاجه حاجه بايدينا يعني ايه؟ مش القانون دلوقتي سمح للجنه الاولمبيه التحكم في كل ما يخص الرياضه المصريه من النواحي الاداريه والاشراف الفني؟ ايه علاقه ده بان انا ادخل في لجنه الانتخابات ماشي، ما انا متابع لها نظام اداري يعني تمام. بتنطبق عليه اللوائح، وماشي ماشي، ما احنا اللوائح ماشيين دي انتوا بيها. بتشوفوا اتنفذت ولا لا، تمام. ده اللي اقصده. فانتوا في اتحاد الكوره هتبقوا موجودين يعني؟ ان شاء الله موجودين. هل ينطبق على اتحاد الكوره ما ينطبق على اتحاد اخر، ولا اتحاد الكوره ليه لائحه لا منفصله؟ طبعا، كل الاتحادات زي بعضها. كل الاتحاد زي بعضها، حتى لو اتحاد الكرة عمل لائحة معتمدة من الفيفا منفصلة دلوقتي. ايه اللي معتمده من فيفا؟ ما هي معتمده اساسا من الجمعيه العموميه الاول، تمام، وبعد كده وكل على طول اتحاد، كل اتحاد بيعتمد لائحته من الاتحاد الدولي بتاعه. تمام يعني ده طبيعي، مش حاجه جديده تمام ان الاتحادات الدوليه بتعتمد اللوائح بتاعت الاتحادات المحليه. طب انا هبعد عن ممدوح الششتاوي بتاع اللجنه الاولمبيه. انت مش عارف ده يريحك، ده انا اهو هبعد عن ممدوح الششتاوي بتاع اللجنه الاولمبيه، هتكلم مع ممدوح الششتاوي الراجل اللي كان ليه قبل كده يعني مش هقول علاقات، لكن كان ليه عمل خاص برضه بالكوره. انت كنت تمام. موجود قبل كده في كاس العالم للشباب اعتقد، كنت موجود في تمام لجنه شؤون اللاعبين اعتقد، مش كده؟ مظبوط. صح كنت موجود في التسويق في صحيح. اتحاد الكوره في فترات طويله جدا، بجانب ان انت كنت متواجد في اولك علاقات بكل تقريبا الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره، سواء شغل او حتى علاقات يعني تمام. عمل او علاقات وديه يعني. هل شايف ان دلوقتي النظام اللي بتتعمل بيه الانتخابات القايمه والسيستم اللي ماشي دلوقتي افيد للكره المصريه؟ القايمة، ميزة القايمة، الانتخابات القايمة ان هي بتجيب مجموعة متناسقة مع بعض متفاهمة، تقدر تاخد قرارات ما بيبقاش فيها يعني بيبقى فيها نقاش اكيد وفيها اختلافات، لكن في النهاية بتبقى فكر واحد، اتجاه واحد، كلهم في بتسرع الشغل، لها ميزات كتيرة قوي. طب انت حضرتك اطلعت على الاسماء اللي نزلت الانتخابات؟ رأيك فيها ايه؟ اسماء كويسة جدا. يعني في قائمة جمال علام وفي قائمة تانية فوجئنا بيها اعتقد معظم من الصعيد. دي قائمة منطقة يعني هنا او يعني كلهم من يمكن منطقة اسماء واحدة. شوية على مستوى الرأي العام مش معروفة. لا مش على مستوى عالم، الناس كلها ما حدش عارفها، معظم الناس مش عارفها. لا هنقول يعني معظم الناس مش عارفاها، لكن في النهاية ميزتها ان هي لغت فكرة التزكية، فتبقى في انتخابات. يعني موضوع لغت فكرة التزكية او ما لغتهاش، ايه المشكله لو انت شفت اتحاد نزل مجموعه معينه والناس كلها الجامعه العموميه شافت ان المجموعه دي هي الاصلح وهي اللي تدير، فوصلت الفكر للجامعه العموميه لا احنا مش هننزل حد قدامهم، هم دول افيد. ايه المشكله؟ انا اعتبر تجربه جديده، تعالوا نشوف كده لما نكون لا قايمه ما هو واحده تعمل يعني ايه. المجموعه كلها نزل، مثلا الاستاذ محمد شبانه، الاستاذ فلان، الاستاذ فلان، الناس كلها بتوع الجامعه العموميه شافت ان الناس دي كلها جادرين ان هم يديروا الرياضه او الجزئيه دي او الاتحاد فانا المعني احترم ده الرغبه في دي. الفتره دي، فانا احترم الرغبه دي ومش هننزل قدامه. طب سؤال، هو المجلس اللي جاي ده وعلى فكره مش بس الاتحاد ده، في اتحادات كتير جدا بالتزكيه يعني الخماسي الحديد تزكيه، احنا قدامنا قائمتين على الهواء الاسماء عشان الناس سلاح تعرف تزكيه، اتحادات كتير جدا قامت بتزكيه ومفيش، وانديه كان فيها تزكيه، فمفيش اي مشكله يعني. طيب يعني انت مع فكره، انت كنت متضايق لما نزلت قائمه تانية؟ لا 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 انا ما بالنسبه لي اي حد ينزل. لا انا بعيد بقى عن كونك بقى مدير لجنه لا لا الاولمبيه، ما انا انا بقول بتكلم كراجل في الفيلد الكوره يعني. في يعني المجموعه دي مجموعه كويسه قوي اللي موجوده، خبرات كويسه فيهم، ناس كانت موجوده قبل كده وتقدر تدير، فيهم ناس جديده
ناس من جهه الكوره، في كابتن حازم امام كان موجود قبل كده بركات، وكان عضو لجنه اولمبيه المصريه كابتن محمد بركات طبعا موجود، وبرده الناس دي كلها لها فكر في الكوره وتقدر تضيف اضافه كويسه. استاذ جمال علام كان موجود ويشهد له بالنزاهه، وراجل محترم يعني طبعا محترم، وقيادة إدارية عالية جدا. خالد رنداني من الناس اللي بجد يعني مشهود له بالكفاءة والعمل المصرفي والإدارة، يعني مفيد جدا جدا لاتحاد الكورة في المرحلة دي، وفكر جديد موجود بيها يقدر يبقى إضافة كبيرة. مجموعة كلها بصراحة يعني أبو الوفا، كل المجموعه ناس هايله جدا. ست لهم مشهور طبعا عامر حسين الحاج عامر، ناس كلها ناس هايله جدا يعني.